الناس عرفت الحب من أغانينا إنه حب ما بين الراجل والست، لا الحب المطلق اللي في البداية والنهاية هو حب ربنا الخالق عز وجل، لأنه هو ده الحب كله. وعلى فكرة هقولك مفاجأة معرفش تعرفيها ولا لأ، أنا سعدت وشرفت بالأستاذ أحمد شفيق كامل. آه إيه ده؟ الشاعر الكبير. أنت عمري؟ أيوة. مؤلف دي أغاني صوفية. الحب كله قال أنا عاملها لربنا، وأمل حياتي وإنت عمري. والأستاذ عبد الفتاح مصطفى لما كتب أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، وجه في المقطع اللي بيقول ما أقولش منايا كان حبك ده أكتر من اللي بتمناه، فست أم كلثوم قالت له مين بقى يا سي عبد الفتاح اللي يعني بتكتب له؟ قال لها ده ربنا يا ست. فربنا هو الحب كله. لا يعني قصدي في كتير طبعا الغنى والقصائد الصوفيه معظمها بيبقى غزل وحب، بس احنا ما حدش قالنا المعلومه دي، الحب كله حبيته فيك وزماني كله انا عشته ليك. حبيبي قول للدنيا معايا وكل قلب بدقته، يا دنيا حبي وحده العمر كله الحب وبس. حضرتك بتقول انه احمد شفيق كامل كان قصده الحب الالهي، العشق الالهي. انت باباك متصوف جامد يعني، قصة كبيرة خلي بالك. الحاج محمد ده قصة كبيرة والله. الحاج محمد